الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا آمين. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الغزالي رحمه الله رحمة واسعة: ونفعنا بعلوم وعلوم صاحبنا أصل، ولو اشترى شيئا بمكسرة لم يجوز أن يعطيه صحيحا أقل منه. قال أحمد رحمه الله: اشترى بفضة مكسرة صحيح. قال لم يعطي، لم يجزم يعطيه صحيحا ايش اقل منها صحيح، يعني هو اشترى ايش فضة مكسرة بايش بصحيحة بصحيحة لكنها اقل، لا لكنها اقل. طبعا التمثل هنا ايش غير وارد بحمل الأحوال، لذلك أحمد ماذا قال فيها؟ قال ذاك الربا الإيه؟ الربا المحض. بالضبط بالضبط المرأة التي تذهب بالذهب القديم المكسر وتأخذ الذهب المصنوع أقل منه، لا ممكن تديله 100 جرام مكسر وتأخذ 80 مصنوع، هذا الربا. تأخذ 100 ب100 وتدفع فارق، هذا كله ربا محض. ربا محض، مع ان حقيقة الامر ابن تيمية مشى هذا، مشى ومشى ابن القيم ايضا. ابن القيم حارب صفحات طويلة ينافع عن ابن تيمية في هذه المسألة على اساس اعتبار الايش الصنعة، وله نظر تاني. وش النظر التاني احنا عجيزة شوف يا عند شيخك الان في البداية يا نصير، عندك يا نصير صدق عندك بقول لك ممتاز انه ربا الفضل كان فيه ان حرمته ليست للمقاصد. تفضل شيخ. قال احمد رحمه الله: هذا هو الربا المحمل، ذلك لانه ياخذ عوض الفضه اقل منه ويحصل التفاضل بينهما، ولو اشتراه بصحيح لم يجز ان يعطيه. معلش شيخ انا قال هو الربا المحض وذلك ايش؟ ماشي. قال: وذلك لأنه يأخذ عوض الفضة أقل منها. ماشي. نعم. قال: ولو اشتراه بصحيح لم يجز أن يعطيه مكسرة أكثر منها كذلك. لما؟ التماسك، عدم وجود التماسك. ماشي. لأن هذا أيضا ليست ربا واحد، هنا ممكن يكون حيلة على الربا. ممكن يكون حيلة على الربا، لأنه استحق في ذمته إيش؟ ذهبا صحيحا. فأعطاه عينا أو ظرف صرف في الذمة، لو صرف في الذمة أعطاه عينا إيش مكسرة، والمكسرة الصحيح لا يكون فيه تماسك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لابد أن تكون فيها التماسك. قال: فإن تفاسخ البيعان ثم عقد بالصحاح أو بالمكسرة شيء، يبقى ما كانش في الذمة شيء، تفاسخ ما في ما في تعاقد، ثم جاء فاشترى بالمكسر وأعطاه، أو اشترى بالإيش بالصحيح، يبقى لأنه ما في الذمة شيء من الذهب أو الفضة صح ذلك، وما ولا شيء ثم شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت الأصناف ها كملوا فبيعوا كيف شئتم، ولكن يا ذنب صدق. قال: ولو اشترى ثوبا بنصف دينار لازمه نصف دينار شق، يعني كسروا يعني ها لابد. صدق. فإن عاد فاشترى شيئا آخر بنصف آخر لزمه نصف شق أيضا. ماشي، لأنه كده النصف الأول مقابل السلعة والنصف الثاني مقابل السلعة. قال: فإن وفاه دينارا صحيحا بطل العقد. طب العقد الثاني بطل لما؟ لأن العقد الثاني بطل لما؟ يعني هو بيقول له خلاص أخذ مش بيش لا شيئا بنصف بنصف دينار صح؟ وما اقبضه صار في الذمه ايش؟ نصف دينار. ثم اشترى شيئا اخر بنصف بنصف دينار صحيح؟ او قال: ثم اشترى بنصف اخر لازمه نصف شق ايضا حتى يكون هذا مقابل هذا. قال: فان وفاه دينارا يقول العقد الثاني ماله؟ يبطل، لأنه في ذلك قد يكون إيه أعطاه ما هو زائد عن الثمن، لأن هو الأول لما اشتراه قضاه ولا ما قضاهوش؟ لما أعطاه الدينار يبقى ده أعطاه إيه
زيادة كأنه في مقابل الزيادة في هذا الباب. نعم. لذلك قال الثاني قد يكون باطلا أو يكون الأول شرط لصحة الثاني ويكون هنا بيع وشرط. ماشي. قال فإن وفاه دينارا صحيحا بطل العقد الثاني لأنه تضمن اشتراط زيادة ثمن العقد الأول. العقد الأول شق فقط نصف وده أعطائي دينار. ماشي. وإن كان ذلك قبل لزوم العقد الأول بطل أيضا لأنه وجد ما يفسده قبل انبرامه. إيه بقى إيه اللي يفسده قبل انبرامه؟ عدم التماس. مين بيكلم؟ والثاني نفس الأمر. احنا خدنا ان هو اعطى زياده اهو هو زياده يبقى مش تماس حتى لو زياده على الثاني لانه صار النصف الاول ايه لا نصف الاول ما معطوش شق هو في الذمه الان فبقى اصبح الذمه والعين. انت متصور كلامك انه يكون اعطى ايه شق ما معطوهوش اهو صار فين ذمه فهمتني فلما يعطيه الدينار مع النصف هذا صرف عين في ايه في ذمه. وهنا نفس الامر شوف هو قال ايضا العقد يعني حتى لو ما كانش الانبرام هو عندنا ما يفسد هذا الباب اللي هو عدم وجود التماسك او في الزياده على الشق كما تقول لانه مش ممكن يعطيه شق. ليش بيشتري شيء اشترى شيء بنصف طيب النصف اصلا مش ممكن ياخد دينار يشق ما فيش شق دينار لكن لما اشتراه بنصف صار في ذمتي ايش نصف في الذمه وهو راح بعد ذلك لما جاء اشترى شيئا اخر ثواب اخر درهم اشترى شيئا اخر بشق ايضا بنصف فهو جاء بايه بالدرهم هو عليه اصلا في الذمه كم نصف صح كده فاعطاه مقابل نصف كم درهم فالزيادة هم اللي هو الدينار هو كان عايش النصف فيعتبر في ذلك الأول باطل للزيادة الثاني باطل لأن الأول فيه زيادة والزيادة تبطل العقد يبطل العقد به فقال إذن العقد باطل والثاني أيضا حتى لو قلنا لو لم ينبرم العقد ولم يكن في الذمة هو الآن لما اشترى بنصف الشق ولو كان الدرهم أو قل الذهب هذا مقابل مثله صار صرف دون إيه دون تقابض فيكون أيضا يبطل العقد بذلك. شوف اقرأ الحتة الأخيرة قال وإن كان ذلك قبل لزوم العقد صبرا قبل لزوم العقد الأول بطل أيضا لأنه وجد ما يفسده قبل انبرامه وجد ما يفسده فيش عدم التقابض مفيش تقابض هنا. قال وإن كان بعد تفرقهما فتفرقهما نعم وإن كان بعد تفرقهما فلزومه لم يؤثر ذلك فيه ولا يلزمه أكثر من ثمن الذي عقد البيع عليه ومذهب الشافعي رحمه الله في هذا كما ذكرنا لا قل هنا وإن كان بعد التفرق وإن كان بعد تفرقهما فلزومه لم يؤثر ذلك فيه يعني التفرق يكون فيه لزوم ده على إيه بقى على البيع الأول إذا قلنا بصحته أو على بطلانه ولا يلزمه أكثر من ثمنه الذي عقد البيع به ومذهب الشافعي رحمه الله في هذا كما ذكرنا هاتها من الأول تاني شيخ الصورة ولو اشترى ثوبا بنصف دينار يبقى إذن خلاص علينا أنه اشترى ثوبه الآن ثوبا بنصف دينار لازمه نصف دينار شق وهذا غير وارد غير موجود ماشي يبقى صرف إيه صرف الذمة ممتاز فإن عاد فاشترى شيئا آخر لازمه نصف شق أيضا لما عشان يكون ده مقابل هذا وهذا مقابل هذا فإن وفاه دينارا صحيحا بطل العقد الثاني لأنه تضمن اشتراط زيادة ثمن العقد الأول ده تضمن يعني مش ليس متلفظا به
لان هو لما اعطى الدينار صار ايش زياده ضمن ماشي. وان كان في الدرهم في الدينار اتفضل. وان كان ذلك قبل لزوم العقد الاول بطل ايضا لانه وجد ما يفسده قبلا برأي اللي هو سبيل اللزوم اللي هو سبيل لزوم العقد الاول يعني هو لم يلزم. يعني ايه لم يلزم؟ يعني لم يتفرق صحيح. لكن في سبيل للزوم فلذلك اخذ بسبيل فقال ايضا يفسد ماشي. وان كان بعد تفرق فيهما فلزومه لم يؤثر ولا يلزمه اكثر من ثمنه الذي عقد المعين اللي هو نصف شق اتفضل. ومذهب الشافعي رحمه الله في هذا كما ذكرنا ماشي. طيب نصلي عشان الوقت أزف علينا. نصلي وبعدين ناخذ المسألتين بعد الصلاة. نصلي وبعدين ما نتكلم. ممكن يا حبيبي يبقى ما تعطلناش في حاجة بنتكلم فيها. قف عندها ولما ننتهي منها قل ما شئت بعدها. فصل. إذا كان له عند رجل دينار. المسألة الأولى كلها مسألة عين وذمة يا جماعة. لو نظرتم إليها عين وذمة. ومسألة المفارقة فيها قبض ولا لا. بس. كان له عند رجل دينار وديعة كلام كله هنا بمصارفة العين والإيش والذمة في هذا الباب كل المسائل المتفرعة عليها. تفضل. صرفه منه وهو معلوم بقاء أو مفهوم صح الصح. شوف أنا ما يقول هو عنده إيش دينار وديعة صرفه بيه يبقى صرفه إيه بقى هنا يا جماعة المهم يكون موجود. فهو بيقول وهو معلوم بقاؤه أو مظنون وأنزل المظنون منزلة الإيش المعلوم. وإحنا عندنا أصلا في حد فاكر كلامنا إحنا في المسألة حسام لا فاكرها مصير يا ربي ده هي عمدة الخلاف في الاثنين. نعم نعم هو قريب من ذلك. قالوا بأنه ما كان في الذمة كان مقبوضا صح كده كأنه حاضر جعلوه إيش جعلوه حاضرا. فضل شيخ يعني المسألة دي كلها الفلوس اللي معاك الوديعة موجودة ولا مش موجودة عشان المصارف لعلها إيه اقرأ هتجد فيها هو نفس الكلام ماشي. فإذا كان له عند رجل دينار وديعة صرفه منه وهو معلوم بقاؤه أو مظنون صح الصرف. من صح الصرف لأنه موجود. طيب موجود إما يقينا وإما إيش بغلبة الظن. تفضل. وإن ظن أنه غير موجود لم يصح الصرف لأن حكمه حكم المعلوم وإن شك فيه قال خلاص هو بيقول ان شك فيه مترتبه عليها ايضا يبقى اذا كان مظنون انه موجود صح. طيب ممتاز. مظنون انه مش موجود ها مظنون مش موجود يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لما المصارفه هنا في ايش؟ في معدوم هنا صحيح. حتى لو مصارفه في الذمه المفروض اللي في الذمه يكون ايه؟ موجود. فهنا بيقول لك مظنون وجوده مظنون عدم وجوده. فشوف ايش قال. قال الله اكبر. قال وان ظن انه غير موجود. لحظه بس منين بقى وان ظن غير موجود قال لا صح لانه ده كما قلنا ايش صار معدوما. المصارفه هنا ليس على شيء في الذمه يا ما استاذ هنا قال وإن ظن أنه غير موجود لما قال لا صح الصرف. أهي يا عمي وإن ظن أنه غير موجود لم يصح الصرف أقال حكم المعدوم هي كده ما كانتش عند محمد جات له دلوقتي. ما هو قال أنه ظن بس هي شوف هي كده كهربت من عندك شوية ظن أحسام وجيزة يا جماعة الأصل عدم إيش عدم الوجود أصلا فعد ده بالظن لو ظن أنه مش موجود الأصل عدمه انتهى الموضوع فعقم حكم معدوم فالمصارفة لا تصح ماشي. تفضل شيخ.
دلوقتي اعطيناك وديعه اه بقى صورها ماشي عم المخرج خلص الاذان ونصورها لك اتفضل. شوف ابراهيم ده جايبها في الاخر قص المساله المصرفه على الوديعه زيد له وديعه عند احمد المصرفه تصح ان كانت ايش المصرفه حضرتك اديتني دينارين دينارين انا 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 هشريهم ب 20 درهم مصرفه ايه؟ طيب يا حبيبي اصل المصرفة عشان تصح لازم يكون ايه موجوده صح كده الكلام كله على هذا الباب علمت انها موجوده صحت المصرفه لما صحت ممتاز ظننت انها موجوده يعني غالب ظن هو لا صح لان اغلب حتى الامور غالب ظن ينزل منزله الايه دقيق كده مفهومه ممتاز ظننت غير وجودها انا غير موجوده ليه بقى ما يصحش؟ ظلمت خلي المسألة يبقى هي مش موجودة ليه؟ لأن ده وافق الايه؟ الأصل عدمها ده أنا ظلمت كمان هي مش موجودة يبقى ده أكد إن هي إيه؟ يبقى لا يصح الصرف خلاص يا حبيبي خلاص يا عم المخرج الحمد لله ما تطلعش ولا الكاميرا تاني ها؟ يلا اتفضل يا شيخ هنا ويتشك هنا الشك بقى شك بالوجود وعدم الايش الوجود المصرفة لابد يكون فيها موجود فهنا الشك في هذا الباب اما نقول اليقين وجوده وهذا طارئ يبقى طرق الشك ايه ها نعم والا نقول غير موجود فطرق الشك يعمل ايه يأكد انه مش موجود ماشي اتفضل قال وقول بعض الشافعية رحمه الله وقال القاضي رحمه الله لا يصح انه غير معلوم البقاء وهو مخصوص الشافعية يبقى غير معلوم البقاء يبقى شك زود اكد لنا انه ايه غير موجود اتفضل شيخ الوجه الاول ان الاصل بقاء هو صح البناء وعليه عند الشك يبقى اذا كان الاصل بقاء فطرق الشك لا يؤثر صوت ضعيف جدا شيخ قال ولذلك صح بين الحيوان الغائب المشبوك في حياته فإن تبين أنه كان تالفا حين العقد تبين أن العقد وقع باطلا ولذلك هم يقول الحيوان الغائب الظن فيه أنه إيه مازال حي طيب حتى تبين خلاف يبقى العقد على صحته حتى تبين فإذا تبين أنه كان تالفا قبل العقد يبقى وقع العقد عليه على بطلان على فساد تفضل قال فصل ولا يجوز بيع تراب الصاغه والمعمل بشيء من جنس يعني ده تراب وتراب المماثله هنا غير ايش غير وارده في حال من الاحوال فاهمني لانه اصلا ده هيكون فيه ذهب مش التراب ده هيكون فيه ولا ما يكونش فيه هيبقى فيه يبقى المماثله غير وارده واحنا عندنا التاكيد في الصرف وجب المماثله مع وجود الحلول والطهور تفضل ماشي لأنه مال وربا بيع بجنسه على وجه لا تعلم المماثلة. شو العلة إمتى؟ عدم المماثلة. تفضل. فلم يصح تبيع الصبرة بالصبرة. تبيع الصبرة بالصبرة ما الذي فيه؟ إيش اللي في صبرة بالصبرة؟ ها؟ يا باشمهندس الصبرة بالصبرة لما لا تصح؟ باشمهندس أبوسي لا ما تعملش كده. ده لازم تعرفها. صبرة من التمر صبرة من التمر. كومة من التمر وكومة من التمر. يا لهوي كيس من التمر وكيس من التمر يا باشمهندس عندنا شرطان التمر ده صنف ايه مين اللي جاوب مين اللي جاوب بحبيبي خلاص بقى عشان انا انت بلغتني الى الذروه فرجاء انا بتعطف على اللي جايبين اهلي فاهم حضرتك واسكت فاهم وملاش انا بستسمع حضرتك بكل الطرق التي تحبها ماشي يا حبيب الله ده كمان ده لسه هيموتني تاني خلاص بس هو كده خليك كده واسكت خالص يا حبيبي وانت اكتب بقى كل اللي انت عايز تتكلم فيه اكتبه وبعدين اتكلم بعد اذن حضرتك استسمحك تلطف بي واحسن الي وسكوتك نعمه الله يرضى عنك الله يرضى عنك حبيبي اتفضل صنف ربع وصنف ربع وايه اللي اشترط فيه
نعم والحلول والتقابل. طيب صبرة بصبرة بقى كيس بكيس بوقة بوقة صندوق وصندوق فاعمل ايه يا باشمهندس انت هندسة ايه اتصالات خليك في النالسات خليك في النالسات والله الكلام ايضا هيبقى على 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 كلام الحنابلة ما يجوز سلك بسلكين كابينة فيها اسلاك بكابينة ما فيهاش اسلاك ممتاز ممتاز يبقى صبرة بصبرة كومة عارف الكومة كومة تمر وكومة تمر ها التماسك انت تسألني ما انا اللي بسألك الصبرة بصبرة التماسك ايش المهم يبقى اذا لا صح كده وصلت يا باشمهندس الحمد لله اتفضل مين بكلم؟ نعم ما في صوت فين؟ ما في صوت يا أستاذ ما فين الأخ؟ يحيى فين؟ كل شيء أقول للزوء يا يحيى الحمد لله على السلامة يا يحيى ليه ما تأخرت كل هذا يحيى؟ يعني أنت قاعد حاط رجل على رجل هناك وتقول لنا الزوم الزوم ضعيف والزوم مش ينفع يا يحيى؟ طب وأنا قرأت تراب المعدن؟ يعني فحكى ننزع نحمل كاتر في ايش يعني لو بيع بغير جنسي الحقيقة انه ايش ها لا يجوز بغير جنسي لو تبادل ها اعرف لكن لو بيع بغير جنسي تراب فضة بتراب ذهب انزل لأصلها ده فرع هو انزل لأصله فضة بذهب ايش اللي فيها تقابض ما يهم لأن التماسك عندي غير وارد. اسمعني يا شيخ. سألك سؤال. الفضة والذهب. أعطيت كومة فضة بكومة ذهب. تصح ولا ما تصحش؟ لما؟ لا مش عارف. مفيش تماسك. مفيش عندي تماسك. نفس الأمر. تراب في ذهب. تراب في فضة. أنا مش عارف التراب هنا الفضة هنا قد إيه؟ كومة ذهب بكومة فضة. الذهب أنت مش عارف قد إيه. والفضة مش عارف قد إيه. ويصح المعاملة لا هنا بيقول بالكراهة بيقول بالكراهة وانا بقول له الكراهة حتى منفية طالما بغير جنسي هو المسألة كلها على على اللزوم لكن بغير جنسي صح بدون كراهة تفضل ماشي تفضل الاهل يقرأ شيخنا خرج من باب الليبر باب الغرب ممكن لكن هي اصلا الكراهة في هذا على على انه تراب معادن ممكن يقول ايه بقى انا ببيعها له انا مش عارف التراب بتاع ده في فضه ولا ذهب ده هنا يكره هنا ايش ان انا شاكك انهما جنس او انهما غير جنس فاهم انا ببيع غير جنس وممكن يكون مخلوط بايه بجنس مخلوط بجنسي ايضا وده وارد ولا مش وارد تراب المعادن وارد ان يكون مخلوط بجنسي مع جنس اخر اتفضل يا شيخ حبيبي اي غرر عليك في هذا ايش اللي فيها يا عم ارحموني بس اسكت اسكت السويره مش عارفها قد ايه ذهب بخمس غواش فضة ومش عارف ايضا كم جرام تصح ولا متصح لما ها شوف انت هتعمل ايه بقى هترجع اللي انا بقول لك عليه اللي انت بتقوله غلط مش غرر المساله يبقى مختلط عليا هو جنس واحد ولا مخلوط بجنسه تاني مفيش غلط انت الان معايا سامع تراب الذهب اسمعني بس يا ابو تراب الذهب تراب الفضه ده فرع ولا اصل ممتاز ايه اصله ممتاز بعت ذهب ما انا مش عارف قيمته مش عارف قدره بفضه مش عارف قدرها يا صح ولا ما صحش ما تسنى هاب الله يكرمك يا صح ولا ما صحش لما بس لو كان معلومه شيخ مش معلومه يا لهوي يا اما معلومه انا يا انا مش فاهم اهو يعني معلومه اصلا يعني معلومة القدر ولا معلومة الجنس الاثنين ممتاز معلومة القدر لما انت اصلا ما عندكش التماسك اصلا مش شرط عليك ايوه اعلم طب معلومة القدر ايه اللي هيجيب لك فيه بن في الغرر بس اي غرر الغرر بتاع القدر ايه الغرر في هذا ما انا قلت لك اي ذهب باي فضة يا صاحب بيعه شيخنا هنا صورة الربا طب ممتاز خلينا نتكلم بالاثر صح ماشي
مش ده الأولى لينا ولا مش أولى لينا؟ طيب قال بيعوا كيف شئتم، ولكن أنا كيف شئتم دي نزلت تحت معلوم القدر وغير معلوم القدر ومجهوم القدر والكم، صح كده ولا لا؟ والتكسير والتصحيح كل ده واقع نزل تحت. هات بقى طلع لي انت اللي عايز تطلعه، طلعه لي بدليل. وايه الغرض؟ مال الغرض؟ مش داخل في الغرض في هذا الباب، ده داخل فيه امر اخر وهو التماثل، لان ده صرف. صرف فاهم؟ السلع هي اللي تنزل فيها الغرض، هذا صرف. فبيعوا كيف شئتم، ايه الغرض اللي فيه؟ ايه الغرض اللي انا مش عارف القدر قد ايه؟ ده ممتاز. ايه بقى هيعمل ايه فيها؟ ايه بقى لما اعرفش القدر بيديها لي؟ ايه اللي فيها؟ مش هتبقى يا ابني اسمع، الله يهديك. الذهب والفضه خلاص، لو هتديله جرام ذهب غير معلوم حتى بطن فضه صح ذلك، يبقى الغرر مش مؤثر. ايه اللي هيأثر في الغرر؟ الغرر ده هيتأثر غبني قتلني عمل. قلنا لا، ده ذهب وفضه كيف ما شئت بدل. انت فهمت واصله؟ تفضل عمليا شفنا. نعم حديث القلاده كان بيتكلم لها سبع قلاده حتى تفصل، قوي قوي ازاي قوي؟ هو اشتراها ب 12 دينار. اه والله لا حتى تفصل. ايه بقى؟ ايه اللي فيها؟ فيها ذهب وخرز. وبعدين حتى تفصل. ليه بقى نهى؟ عشان انت عبيط، سامحني. ده انتوا اخوه ما فيش عندكم تفكير اصلا. القياده كلها عشان مساله ايه؟ عشان مساله تماسك. يا عم فهموا بقى، الله يهديكم. هي عبط وخلاص. انتوا بتجروا على الرعبه يعني؟ انت مفيش مخ اصلا حتى تفكر. اتفضل يا استاذ. انا دلوقتي جاي رايح معايا يورو. اي قصه عم محمود هطلعك بره. جاب لي شويه يورو واديته شويه شو احمد. لا لا لا، شويه يورو. انا بقول لك اهو، شويه يورو وشويه دولار. يا صح كيف يا صح؟ هو مش عارف العدد. الله اكبر. ايه الله اكبر يا عم؟ انت ده طلع اسوأ منك. فاهمك تقول مش عارف ايه. ويا صح فروع عن ربا، بس فين الغرض دلوقتي؟ انا هديله 2 جنيه مصري وهاخد منه 5 يورو. انا كده هديته بالجزمه كلها. اطلع بره بقى، اطلع بره بقى، اطلع بره. والله انا كنت هطلع سمسين سير يقعد، لانه اطلع بره. ومحمد هو سبب في خربان دماغه وخد الباب. اطلع بره وخد له سرمه وخد له اسنانه معاك. اطلع اسنانه. بيقول لك اليس يقوي هذا السلسله؟ يا عم يا عم بالله عليك، العادي العادي قاعدين بيتعلموا ازاي؟ بس كده الناس مش فاهم حاجه، مش فاهمين اي حاجه بقى. وجاوب بس هو كده ثلاث. هم قاعدين معانا عشان يغفر ليهم. بص يا هاب، بيقول لك الناس دي تقعد عشان يغفر لهم. بس لا بيقول لك لو انت كده هتدوب جزم. حرام والله كده، حرام. يا جماعه فهموني، مساله صرف ايه الغرر اللي فيها اصلا؟ هو اصلا مساله صرف المتخذ فيها مساله الربا من القدر في هذا الباب غير وارد، غير وارد. قال كيف شئتم، كيف شئتم هذا عام، عام في كل شيء. لانه اقول عندي السبيكه ده، السبيكه ده مش عارف مقدار، بس هي سبيكه صح كده؟ هيقول له انا معايا 15 جرام 100 جرام 1000 جرام فضه. يقول له انا بدل دي لو ارتضى خلاص الامر انتهى، لانه نزل تحت تطبيق الرسول في كلامه كيف شئتم. لا مش فاش سيب، مش فاش، ما هو لازم يعرف ان في ذهب. خلاص ما هو في الذمه، صرف الذمه يا صح. لو صرف الذمه صح، عين بايش؟ بذمه يا صح. بذمه احي ده انت كده. احنا بقالنا 10 ايام بنتكلم على صرف على 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 صرف العين بالذمه احي. لا ده كده بقى اسكندر، ده احي اسكندراني كبير كمان. لا روح هنصير، روح هنصير. يلا شيخ كمل ده، انا هتعب نفسي ده. كلم يا شيخ، كلم. الله يكرمك. ايه ده طلع قبل الصفحه اللي عندك بخمس صفحات. انا بس انا سمعت يعني. تذكرت دلوقتي ولا ما تذكرتش؟ يعني تذكرت ولا ما تذكرتش؟ ماشي، جزاكم الله خير. قول لي بقى، هذا يقوي كلام المشايخ اللي بره؟
تفضل يا شيخ. قال فصل لا يجوز بيع القرار في الصاغة والمعد والشيخ من جنسه لأنه مال ربا بيع جنسه على وجه لا تعلم مأكلة بينهما فلما صح إحنا بيع الصغرة بالصغرة. قف قف هنا شو بص شيخ عملي عملي تراب الصاغة والمعد بشيء من جنسي لأنه مال إيه ما جاب لو فيها غرر كان حتى مشي جنبها كان نوه عليها قوقع لك المسألة كلها على إيه ها لا نعلم فيه الإيش المماثلة فاهم هذا هو ما لهم الغرر في هذا بقى. تفضل قال تبايع الصغرة بالصغرة ثم قال وبيع غير جنسي فحكى في المنكر عن أحمد كراهة بيع الغرر الكراهة هنا بقى لإيه ليس الغرر بحال من الأحوال اللي هي مسألة إيه الخلط اللي موجود فيها يبقى ده ذهب بذهب وفضة التراب تراب يلم اتفضل شيخ قال حكى ابن المنذر عن احمد رحمه الله كراهه بيع تراب المعادن وقول عطاء والشافعي والشعبي والثوري والنخعي واسلام رحمه الله اه بص بقى بيقول لك مجهول مجهول ايه بقى اه انتوا فهمتوها مجهول اللي هو ايه غرر وحقيقه الامر اصل المساله تبين لك المجهول هنا يرجع عليه في اللغه العربيه يرجع عليها تعالى المبهم يرجع عليه مش يرجع على اصل السياق السياق ايه هو هذا يبقى المجهولية هنا ان انا مش عارف اصلا طب ده فضة خالصة وده ذهب خالص ولا ده فضة وذهب وده ذهب خالص او ذهب وفضة هنا في هذا الباب ان المسألة هيدخل فيها مسألة الذهب بالذهب او الذهب بالذهب والفضة مش الغرر اتفضل يا اخي بقى اتكلم المسألة العلم ملوش بقى مفيش محاباة في العلم الان بغير جنسي الاحتمال ده تراب انا بقول لك السياق يحكمك انت لو قلت بالجهاله في هذا الباب دخلتها في الربا ازاي تكون جهاله هات لي مثل في هذا الباب عشان افهمه ازاي تدخل الجهاله في مساله التماثل وعدم التماثل هاتها ازاي ما في المقدار مش هنا مش المقدار اصلا مش مطالب عشان تقول لي مجهول المقدار نفسه غير مطالب بيه يعني المقدار نفسه غير مشترط عشان تقول ان هو ان هو ان هو في غرر فيه يا حبيبي ده في واقع المصارفه لا لانه قال كيف فبيعه كيف شئت الان انا خلينا امشي معاكم على الخطوات الغرر غرر فيه امشي معاك الخطوات غرر فيه خلي فيه بص الكم الكم اصلا في المصارفه بينظر فيه يا جماعه افهموا انتوا المساله اصلا يظهر اصل المساله مش فاهمينها الكم مؤثر عله مؤثره في المصارفه بس قد يقول نعم قد يقول لا نعم اذا كانت المساله جنس احسنت فاهمني لا في عدم الجنس بس فانت عايز تقول الغرر بالكم انا مش عارف كم ذهب مش عارف كم فضه غير مؤثر اصلا ايه التاثير اللي فيه في المصارفه الولد بيتناقض في كل لحظه في نفس كل نفس بين كلمه وعكسها في النفس بس اعرف وقت ايه هو 50 ولا 60 ايه بقى اللي يفيدني طب ايه اللي يفيدني عشان الغرر غرر ايه غرر ايه ما انت داخل مش انت داخل دلوقتي في مصارفه في مش انت لسه قايل العله غير مؤثره طب اهو اسمعني بس مش انت داخل في مصارفه ايه اللي هيأثر في ده ما هو شفت غير الربويات انا بكلم في الربويات ممتاز ممتاز بص حبيبي حتى هنا في الربا انا لازم اعرف كام اذا كان بتاع اتحاد الجنس فهمت حبيبي هو كده فهمت يبقى ايضا مش مؤثر يبقى الكم غير مؤثر فانت لما انا شوف خلاص المساله اقول لك ايه الجهاله اللي انت محترز منها هتقول لي ايه القدر صح اقول لك غير مؤثر في المصارفه خلصت المساله لكن دي لاصحاب العقول حموت والله حموت ها عيد يا شيخ الجميع فاضل لكن فضلت خص سلكه فضل الله دي من الاشياء طيب انت فاهم كيف فانا الان خلاص مشيت معاك وقلت لك الغرر انت قلت لي الغرر في ايه في الكم انا بقول لك عيله غير مؤثره يبقى انتهت المساله
ما يهم ما يهم في هذا الباب، احنا بنتكلم على مسألة ثانية. هو ان انا لما اغير الجنس ماذا قال النبي؟ كيف شئتم. يبقى اذا لما يقول كيف شئتم القدر مؤثر؟ انت قلت لا صح. طب فين بقى ايه ايه الاحتراز هنا بقى؟ او خالفك او شوف خالفك دلوقتي ايه بقى الاحتراز دلوقتي؟ لا فهموا فهموا سياق سياق المساله يديكم فهم اكثر. لكن ها الان انا هفهمك. مش انا سأل ايه جهلتي؟ جهلتي انه مكسر ولا سليم ولا جهلت القدر؟ ممتاز. انا اسالك سؤال بقى، 3 كيلو 4 كيلو ده مؤثر في المصارفه عند اختلاف الجنس؟ انتهى الموضوع. يبقى ايه ايه اللي خلينا اقول بقى بالكراهه هنا هو غير مؤثر اصلا؟ غير مؤثر. كيف ما شئتم ترجمها ترجمها باي لغه. عشان نين المثال يعني حضرتك اصل معين عشان ده انا اتحفظ بعد كده دي مصارفه. لا انا بتكلم ايوه يعني حضرتك دلوقتي انا كنت شايفها صورتين، صوره مصارفه مساله الربا والمساله دي ومساله الغرر ناحيه ثانيه. طب خلينا بقى انا معاك اهو خليها مسالتين صح كده افهم بس انا عجبك على نهايتها. انت شفت الناحيتين فانت عايز تحترز من الناحيه بتاعت الغرر صح ولا لا؟ سؤالي بقى الغرر مؤثر في المواساه في المصارفه؟ مش مؤثر في المواساه مش واسع عشان اجناس مختلفه لكن مؤثر نفسه لنهي النبي عليه السلام عن يا ابن الحلال. يا لهوي يا ام ارحميني والله كده حرام والله. المساله واقفه على دي واقفه على دي افهمني. مش عم نتكلم عن المعامله صح كده؟ خلينا نتكلم الان في غرر مؤثر ايه بين التاثير طبعا خلص. مؤثر في كبيع وشراء مش كصرف. طب احنا دلوقتي في الصرف العادي يا عبيطه ولا ايه يا ابني انت دلوقتي احنا في ايه دلوقتي؟ بالصرف. ممتاز. تعال بقى انت تخشى الغرر الغرر المؤثر في الصرف. مش كده يا شيخ نقسمها مسالتين مش مساله واحده. شفنا الغرر لا يؤثر في الصرف ده انت كنت كليه هندسه كنت في كليه هندسه الان اسمعني خلينا نقول اللي انت عايز تقوله. انا ممكن اخليك تقولها باريحيه عشان اريح اللي انت عايز تقوله. تقول لي تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الغرر يبقى يقسم بذلك صح؟ مش انت عايز تقول كده؟ انا بقول عقد هيبقى باطل. عقد يبقى باطل ما قالش بيه الشيطان. كل الائمه اللي قالوا فيه حتى الجمهور بيقولوا بالكراهه. فاهم حضرتك في هذا الباب على مسألة الجهالة اللي ممكن تدخل عليهم. اللي أنا بقول لك الجهالة دي لا تؤول قط إلا على مسألة التمحيط. تراب معادن فمختلط. طب ده ضرب ذهب مع ضرب فضة ما ممكن الفضة يكون مع إيه؟ ذهب. هنا بقى هنا 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 اللي يكون فيها الغرر هنا لأن ده اللي مؤثر في المعاملة. حامين يا أم ما انا فاهم انك فاهم. تعال بقى تعال لي لا نقول الغرر اللي هو الجهالة الكم كما قال ابو عرام صح كده؟ ممتاز. هل جهالة الكم مؤثرة في هذا المصارفة؟ طب المعاملة اللي اتكلم فيها الكتاب معاملة يبقى خلاص مش مؤثر يبقى لا يبقى لا كراهة. فهمت يا بابا؟ الحمد لله وشكرا. طيب انت ما زلت على الغرر؟ انت ما فهمتش يا بتاع الرياضه. ما تسيب بقى ما احنا انت لسه دخلنا في وعكه ثانيه. خلينا نخلص المساله دي ونخش في الوعكه الثانيه. نخلص المساله دي بس تبعها ينفع ينفع لان ده ايه ده ايه اسمع بس ده ايه ده مال ربوي وده ايه مال ربوي والمعامله دي اسمها ايه؟ انتوا مش فاهمين بيع العين وبيع النقد والمصارفه هي ثلاث اقسام مختلفه. ده اسمه ايه؟ مصارفه له ضوابط وشروط شرعيه. ايه بقى الضوابط والشروط الشرعيه؟ اتفضل حبيبي ها كيف شئتم هذا حموت حموت ماشي اتفضل كم بس نكمل. والتاني بيقول لك لو سمحت السلسلة ممكن هيموتني والله. دول تحف
تحف تحف زين. اتفضل. وده بالذات لا اتفضل 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 تحفه اتفضل تحفه اتفضل يا استاذ تحفه يا اسلام اللي واقف عامل ايه انت انت عايز تبيعهم في اي حته ماشي اتفضل اتفضل فيه وهو قوله مالك رحمه الله وقال الطائفي نصر بن ارشاد رحمه الله يجوز ذلك وهو قول مالك وروي ذلك عن الحسن سعيد وربيعه والليث رحمه الله قالوا قالوا فان اختلط او اشكل فليبعه بعرض ولا يبعه بعين ولا ولد ليه بقى ليه 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 هذا هو رايت في هذا الباب اتفضل يا شيخ لانه باعه بما لا ربا فيه ارايتم ارايتم حبايبي اهو على نفس السياق اللي دخلنا فيه قال لانه باعه بما لا ربا فيه جاز كما لو اشترى ثورا بدينار ودرهم الحمد لله وضحت كده ولا ظهرت ولا لا لانه خشيه طالما في البيع الاختلاط الجنسي في هذا الباب جزاكم الله خيرا احسن الله عليكم يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم.